وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة كمان فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، خصوصا ان لسه في درجات الحراره منخفضه يمكن وبروده شديده مساء. هو بالفعل يمكن كان في انخفاضات في قيم درجات الحراره بشكل كبير خلال الايام الماضيه، خاصه ان كان في نشاط لرياح ده ساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالبروده، لكن النهارده ان شاء الله هيكون في تحسن تدريجي في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار حول المعدلات الطبيعيه، لان اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع انها تسجل 19 درجه مئويه. هنلاحظ ان في اغلب المحافظات في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فده هيخلينا نحس بالاجواء المائله للدفء في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. أجواء مائلة للبرودة ما زالت في المحافظات الساحلية مطلة على البحر المتوسط، أجواء دافية بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، جنوب سيناء أو جنوب الصعيد. ده بيكون فترة النهار وخاصة مع وجود أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل هتظل قيم درجات الحرارة منخفضة، تظل الأجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر وفي فترات الصباح الباكر. كمان اليوم كان في شبورة مائية كثيفة في بعض الأماكن وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاضات طفيفة في الرؤية الأفقية، لكن إن شاء الله سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني ساعة بالكثير وهتبدأ الرؤية الأفقية على أغلب الطرق تتحسن بشكل كبير بالفعل. بالنسبه لفرص سقوط الامطار اليوم هي اقل طبعا من اللي احنا شاهدناها خلال الايام الماضيه، وهتتحول لامطار خفيفه في مجملها، قد تكون متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفه لمدن القناه وجنوب الوجه البحري، لكن ان شاء الله في مجملها غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. متوقع كمان خلال الايام اللي جايه مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، مزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه، وهنلاحظ كمان ان في ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره هتحصل خلال فتره النهار، والاجواء الدافيه هتبقى اكثر من النهارده ان شاء الله. لكن هناكد على كل الساده المواطنين بلاش يعني تخفيف الملابس، لان هيبقى في فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل. هي هترتفع بنسبه قد ايه يا دكتور خلال حتى نهايه الاسبوع؟ هي ترتفع بشكل تدريجي بمعدل من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا غدا ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى تكون 20 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع هتوصل 22 و23 درجه مئويه، فبالتالي هيكون ست ساعات لكن مش هتوصل ل 25 و26 نهايه الاسبوع لسه. نهايات الاسبوع لا، بس ممكن مع مطلع الاسبوع اللي جاي توصل ال 24 او 25 درجه مئويه فتره النهار، خاصة كمان الارتفاعات بتبقى ملحوظة أكثر في المحافظات الداخلية أكثر، يعني المحافظات الصحراوية شمال الصعيد أو جنوب الصعيد. بس هي الفكرة إن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل هيبقى واضح بشكل كبير، دايما فترات الليل هتبقى فيها الأجواء شديدة البرودة، فترات النهار فيها استقرار ودفء. بلاش تخفيف الملابس، نستمر في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة هتكون هي الشبورة المائية بالظبط، فمهم جدا تكون مع القيادة بهدوء تام. طيب بالنسبة لحالة البحار، هو طبعا سرعات رياح قلت بشكل كبير يعني عن الايام الماضيه، فطبعا في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر المتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وايضا اعمال التنزه، وده ان شاء الله على مدار الايام القادمه كمان.
ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا لحاله الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبدا معاكم من القاهره والعظمى 19 الصغرى 12، العاصمه الاداريه 19 10، الاسكندريه 18 10، العلمين الجديده 18 10، مطروح 18 10، دمياط 19 12، بورسعيد 19 12، الاسماعيليه 20 12، السويس 20 12، العريش 19 11، كاترين 12 2، طابا 19 10، حلايب 23 17، شلاتين 26 16، شرم الشيخ 24 15، الغردقه 24 14، الفيوم 20 8، بني سويف 20 8، الوادي الجديد 23 8، اسيوط 21 7، سوهاج 22 8، قنا 23 10، الاقصر 24 10، واخيرا اسوان 24 11. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، لكن نخلي بالنا هو في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، لكن في الساعات المتاخره من الليل وفي الصباح الباكر على حتى نهايه الاسبوع الجو بيكون برد، فيا ريت ما نخففش الملابس خاصه لاولادنا اللي رايحين المدارس في الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لمنى ومحمد علشان نكمل معاك فقره صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.